السلام، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. رجعنا لكم بفيديو جديد حبايبي. اليوم حاطط نظارات، ترى مشان اغير اللوك مشان اشوف، لانه في اليوم الفيديو اللي رد فعلي راح نعمله على اسراء فرج. اخر فيديوهات اللي عم نزلهم كثير عملت فعاليه، انا اكثر ناس تطلبوا على مين نعمل رد فعل، فانا بعمل رد فعل. انتم طلبتوا بشكل هائل على اسراء فرج، فحبايبي ما بدي كثير اطول عليكم. هلا بدنا نشوف اسراء فرج اللي طلبتوا انه نعمل عليها رد فعل، وهلا راح نشوف فيديوهاتها مع بعض. بنبلش فيديو، حطوا لايك واشتركوا بالقناه، وكمان كالعاده اكتبوا لنا تحت بالكومنتات عمين حابين نعمل رد فعل، لانه يا جماعه انا عامل فعاليه هالفتره على طلبكم، عم بعمل رد فعل على الاشخاص اللي تحبون. فيلا حبايبي رح نبلش الفيديو. طيب حبايبي مثل ما تشوفوا هلا نحن بصفحه اسراء فرج، رح نشوف هيك فيديوهات عشوائيه. تعلموا يا صباح. بس كذي، هاي هي يا جماعه، هاي كذي، بس كذي يا جماعه، تعملوا كذي وترفع شعركم وهي هي. ترى كفو والله، يعني ما بعرف مين البنات اللي طلبوا منك انه كيف ترفع شعرك، من بينه هي ما بدها اختراع زر. حلو والله. اسمع اسمع عيونة على ساتشي ترى، لاحظوا دققوا عيونة، تمام. انا بلاحظ انه على سات، بس اذا جد حقيقيين عيونة ما شاء الله، الله يحميها، يعني اذا جد عيونها حقيقيين يعني، بس مبين عليه هيك عدسات لانه زرق يعني كثير. ايه ترى عدسات يا جماعه، شوفوا هون، شوفوا هذا الفيديو، عيونها خضر هون، اذا عدسات تحت. تمام، خمسة. وانت ردت تروح تتبرر من جماعة، والله العظيم فكرتها هي عم تغني. ترى الموضوع يا عمري ما جالك ثاني. الله يحميها، البنت حلوة كمان. ايش قصتي انا يا جماعة؟ كل ما اشوف بنت اقول حلوة، كلها حلوين انا عندي. بس ما شاء الله حلوين ترى، والله يا شو اكذب يعني. انت انا احبه هواي والقلب رادة. ايوه شي مختصر معنا، انت السعادة، حلوة الحياة وياك والدنيا جنة. ما نقدر نعمل حالنا كيوت نحن مثلهم يا جماعة، ما احس نقدر نعمل حالنا كيوت يعني، حركات هن هيك بالحالة يصيروا كيوت يعني مثلا. ايوه عمل حالة مو شايفته. يعني عم تطلع على حالة يعني انه شافت حالة انه حلو. شوفي حلوين ترى، البنت عاملة تجميل شي لا لتمة، ما بعرف انا هيك بحس صح. تحب تعمل حالة مثل هيك الاطفال الصغار يعني هيك، فهمتوا صح؟ ترى يا جماعة بتختار الاغاني اللي فيها احساس زيادة عن اللزوم، لاحظوا الاغاني اللي فعلا الواحد يعني يتحرك مشاعره فيها جد يعني. ترى ما شاء الله البنت حلوة يا جماعة. شوف هي، هات يلا كل هذي. ما انا ما فهمت شي على الفيديو منك. عم تعزف. حلو. اتجوزت 20 واحد. ايوه. اقسم بالله اتجوزت 20 واحد. وطلعت 20 2. وات؟ هي حلفت اقسم بالله بنت اتجوزت 20 واحد، يعني بشهر 20 واحد. يو يو يو. طيب. يا دقة حلوة وبالقلب طدق. يا هوا
اوف شوفي يا جماعه تحسوها تركز على المحتوى الطفولي هيك هيك شيء يعني تحب تعمل حالها هيك صغيره او شيء. قديش عمر البنت؟ انا ما بصراحه يا جماعه كثير ولا تحت كومنتات اللي بيعرف بس انا تقديرا بعطي عمرها خلينا نقول بس 17 18 هيك مو حسب يعني انا ما عم شوف لو ما اسويها كلها اغاني عراقيه عم تعمل هون حاطه عدسات انا زي هون مو حاطه عدسات انا ما بعرف شيء انا ما بعرف شيء مو حاطه عدسات هوني شوفوا ترى عيونها احلى من العدسات ليش يحطوا عدسات هون حاطه عدسات كمان خود تعالوا فهموا انجليزي لحظة شو؟ Wait, who are you? أنا شعوة أحب المحلوة. خيري صارت. خيري خليت ماما تنظف الطبخ. والله. إيش تمه؟ تعالي. لا تخافي تعالي. شوف هاي. يا شو كياتي اي شو هذا معلم ترى كياتي زيادة عن اللزوم شوفوا يا جماعة عيونه هون خضر يعني حلوين ليش تحت عدسات ما بعرف ايوه قد العشاء معلا فأريها قط احترق الله حبيب القلب المحترم نموت من كثر العشق حبيبي ارى كيوت البنت يا جماعة في بهذاك الفيديو اخر شيء قال في حدا علق قال شادي كفي قلت كثير حلوة فهمنا ترى البنت حلوة ليش ايش زعجك انت اذا ضل اقول البنت حلوه غرتي يعني البنات حلوين ترى ليش بدي اكذب والله حلوين يا جماعه وافقوني بالراي اكتبوا صح كلامك شادي يا عم حلوين لو مو حلوين ما يقولوا لي شادي عمل عليهم رد فعل صح ولا يا جماعه ما ادري جنة للصبح يا اموت عليه يا جماعه جنتنا لازم ب 12 تاكل عشاء وتنام والناس تقعد الصبح تطبخ وترسح للبيت اول عرس مو مزرقة ومسامر تفشك لي واللي ما يسوقه مرضعة ما ايوه عمد اسمعيني شبيج انت داري اعرف طبق واعرف غازل بس وصلت جنتكم عمة وينك ماي العين ماي العين حلو حبيت شنو الكلام هذا شنو هذا مو شنو هذاك شنو الكلام هذا شو هذا يا جماعه شو ترى والله طيب كويس البنات بيعملوا على يلا نبدا نتعرف عليك الحمد لله مشان نعرف عرفني شو اسمك اسراء فرج خبرني كم عمرك هذا عمر قول لي انت ها طلع البنت عمرها 20 انا تقديرا قلت يعني انه البنت عمرها 17 18 17 18 تمام يا جماعه فالبنت طلع عمرها 20 يلا عادي في سنتين ما في بينات العراق سنقول يا وكل المشاهير كل المشاهير يقولون احنا سنجل كل المشاهير يقولون احنا سنجل يا جماعه خلاص ما احكي غير هيك يا جماعه البنت حاسه انه ما بتنشر زياده على التيك توك تمام بس خلونا نشوف هي فيديوهاتها جدا قليلة يا إذا عندها فيديوهات حطتهم خاص ما بعرف تمام
عنده 3 مليون بس يعني عنده يمكن 60 70 فيديو عنده، وعنده 3 مليون ما شاء الله، بس تفاعله جدا قوي يعني محبوبه البنت. بس انه انا بظن انه هي حاطه فيديوهاتها خاص، ما بعرف ما بعرف اذا بس هدول الفيديوهات يا اذا في يعني اكيد، بس 3 مليون على هالفيديوهات بس مستحيل. بس في شغله انه هي مركزه محتواها، تحب تكون شخصيتها طفوليه اكثر، عرفت شلون؟ وحركاتها بكياتي وهيك. حبايبي هيك كنصنا هاي الفيديو، مثل ما شفتوا عملنا ردفع على اسراء فرج. اسراء فرج على طلبكم يا جماعه، انا ما بحب يطول الفيديو مشان لا يصير ممل. كمان اذا بدكم جزء ثاني اكتبوا لي تحت بالكومنتات. وكمان هي اصلا ما عندها كثير فيديوهات، يعني يمكن عندها 50 60 فيديو، يمكن اكثر اقل، مو يعني ما شايف عندها الفيديوهات زياده. البنت بس هيك تحب تصور بليبك، يعني بليبك هيك قدام وش بس. فما اكتبوا لي تحت بالكومنتات، لا تنسوا بحبكم كثير. كان معكم شادي، بشوفكم فيديو جديد، سلام.